قبل انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم، كانت الجماهير الرياضية العراقية المحبة لمنتخبنا تمني النفس بوصول أسود الرافدين إلى أبعد المدايات في البطولة القارية، وكان جميع أنظار المختصين والمتابعين صوب لاعبينا لتحقيق نتيجة مشرفة للكرة العراقية، إلا أن النتائج جاءت بعكس الأمنيات والتوقعات. من جانب آخر، لم يكن المنتخبان القطري والفيتنامي مرشحين للوصول للدور ربع النهائي، ويعود السبب في ذلك لاستعانة مدربيهم بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب الذين يشاركون لأول مرة في الحدث القاري. ولكن الفريق القطري حصد العلامة الكاملة في مباريات الدور الأول بالمجموعة الخامسة، ومن ثم أطاح بمنتخبنا الوطني في الثمن النهائي. أما المنتخب الفيتنامي فتأهل كثالث في مجموعتنا الرابعة بفوز وحيد على اليمن. وفي الدور الثاني أقصى المنتخب الأردني بطل المجموعة الثانية ليصل إلى الثمن النهائي رغم خسارة الأخير أمام اليابان اليوم بمستوى عال وأداء مشرف لهدف وحيد. وكل هذه أمثلة على تطور أغلب منتخبات القارة الصفراء، ولكن هذا التطور لم يأتي من فراغ، بل جاء وفق تخطيط مسبق وإعداد على مستوى عال. فأين كرتنا واتحادنا من هذا العمل؟ ولماذا الاستمرار بالصراعات الداخلية إضافة إلى سياسة استبعاد المدربين المستمر مع منتخباتنا الوطنية؟ وإلى أين ستعود كرتنا بعد كل هذا التخبط المحبط لآمال جماهيرنا الرياضية العراقية التي تتنفس كرة القدم؟ ومتى نشاهد منتخباً عراقياً يدخل بقوة إلى البطولات الكبيرة ويكون مرشحاً للوصول إلى منصات التتويج، أو نعود بحلم الفوز باللقب القاري الوحيد في عام 2007 أو الصعود الوحيد إلى كأس العالم في عام 1986؟ هذه المرة التي استعصت على جميع المنتخبات التي تلت تلك البطولة، ويا ترى ما هو القادم لمستقبل الكرة العراقية؟